بصي، دوري كله في الأدوار المعقدة. طب ليه بقى؟ ما انا كنت عايز اسالك السؤال الإنسان عموما معقد، بلاش نقول المصري أو العربي أو الكذا، في تكوينه ربنا نفسه قال لك ونفس وما سواه، بمعنى الذي سواه. فهنا السبكونشس اللي هو العقل الباطن مليان عقد وتراكمات قهر واستبداد وذل وأشياء كتيرة على مدى العصور يعني. فأنا الحقيقة كان بدايتي نابليون على المسرح، كنت انت صغيرة طبعا. كان في رجل عظيم اسمه ثروت عكاشة، الدكتور ثروت عكاشة. فكنا بنعمل حاجة مسرحية استعراضية اسمها القاهرة في 2000 عام، وجاب مخرج ألماني يخرجها وكده. فاداني كتاب اسمه لأيميل لودفيش، كاتب سير ألماني كده، وقال لي اتفرج في الكتاب ده على نابليون. لقيت صور، كنت أنا في الوقت ده شبهه قوي يعني. فبدأت أعمل نابليون، قريت عنه شخصية أسطورية طبعا، وبدأت بالشخصيات المعقدة الصعبة. الشخصية دي ساوتني، خلتني بعد كده كل أدواري أبحث عن الصعب، الشيء المعقد. أما السهل ما أحبش أعمله. عشان كده جه نقب رائد السايكو دراما في مصر، ملك السايكو. ملك ملك يعني إيه؟ يعني أنت تملك أدوات هذا الشيء. ليه؟ الكلام مش اعتباطا، عشان تبقى فاهمة انه بيبقى على اسس علميه، بمعنى ان في منهج في علم النفس التحليلي اسمه السايكودراما للعالم الخطير اللي هو كارل جوستاف يونغ، اللي هو ابو الطب النفسي الاجتماعي. فانا باخضع شخصياتي كلها في التعقيدات لمنهج، مش ان انا طالع عايز امثل، لا. كان بيساعدني في ادواري طبعا الكتاب، فمثلا اقرا السيناريو كده فاقول للكاتب بس الدور ده عايز يعمق شويه، يقول لي انت بتعرف تكتب؟ بقول له طبعا، عضو اتحاد كتاب. يقول لي طيب عمق دورك بس مالكش دعوه بالسيناريو. فكنت حريص في كل افلام اللي عملتها ال20 ان احط جميع العقد اللي هم ال20 عقده، فاصبحت ملك السايكو. يعني حضرتك كنت بتمسك السكريبت، ايوه، حضرتك تركز فيه، اعمقه وتعمقه، واحط عقده واتفق مع المخرج ان والمخرج والمؤلف الشخصيه دي عايزه شويه يعني يبقى فيها دبث عمق. طب ما كانوش بيتضايقوا؟ لا، لانهم كانوا ناس مستنيرين وقامات، فبيناقش، مش ما عندهمش فناتك ولا تزمت ولا الكلام، لكن دايما تلاقي الانسان المثقف عنده مرونه، الجاهل عن تعصب. طب دلوقتي ده صعب يعني، انا من خبرتي في السوق دلوقتي ما بنلاقيش ده. ما يعني ممكن الدنيا تتهد وتقوم عشان جمله اتغيرت ولا جملتين.